كان مرافق الحركة الأكاديمية وعمل إنجاز كبير جدا لطلابنا لأولادنا ولأبنائنا وإلكم، وهو دائما يعني متكامل مع الطلاب بين الطلاب بكل جهده لدفع التربية والتعليم وقضايا الأرض، يعني مسألة مهمة جدا اللي متكامل إحنا من يعني نعتز مش بس إنه في التربية والتعليم والرياضة، والرياضة هي التربية وقضايا الأرض، هذول مسائل مهمة جدا وكل قضايا يعني الإنجاز الكبير بالأردن اللي أبو الكامل الدكتور أحمد طيبي النائب يعني دور كبير جدا، فاقترح إنه مع دائما مع الطلاب، ولكن قال أنا أحب أن ألتقي بالمساء يعني مع عدد من الإخوة ويعني على الطريق العجالة، فخير حدث هذا اللقاء، تفضل أبو. لا أنا دائما يسعدني اللقاء مع الشباب مع الطلاب، كأخونا غزال أشكر على المبادرة، هو اهتمامنا الكبير تحديدا بالحركة العربية والجنسية في قضايا الطلاب في البلاد وخارج البلاد. أنتوا غالبيتكم تتعلموا في الجامعات الأردنية، بس بعد المحامي تتعلم في الجامعات الداخلية، وفي خصوصيات في التعليم في الجامعات الأردنية وفي مشاكل وفي قضايا جزء منها حليناها، انتم تحديدا تتعلموا مهنة طبية مستندة عملنا لكم قانون الحمد لله اللي فتح امالنا نحكي عن خصوصية التعليم في الأردن. اولا يعني انا بعير اهتمام كبير للتعليم والتحصيل الاكاديمي في البلاد وخارج البلاد، احنا بدنا الطلاب يدرسوا في جامعات البلاد، ولكن من لا يستطيع او من يريد الخيار اول انه يتعلم بالاردن نحن نفتح امامه هاي الابواب في الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه. الجامعات الحكوميه تكون هذه القضيه كل سنة 30 منحة، وكمان بنودي ما يقارب 70 إلى 80 منحة أخرى في الجامعات الخاصة، إحنا الوحيدين لنفس المنح ومقاعد في جامعة الزيتون اللي هي من أبرز الجامعات وأعرقها، صرح أكاديمي ممتاز في الأردن في عمان. في مشاكل في قضايا بيواجهها طلابنا في الأردن، انتم من المهنة الطبية المساندة اغلبكم، كان في مشكلة اللي هي تصاريح العمل، انه كان ممنوع عليكم بعد العودة انكم تعملوا خارجي الاردن خارجي خارج البلاد فيما يسمى بالمرافق الصحية العامة، كان واحد بس اذا في محل هيك مكتب صغير او عيادة صغيرة فيزيوثيرابيا علاج طبيعي يشتغل فيها. بعد القانون الذي نجحنا بسنه وانا اللي هو قانون المهنه الطبيه المسنده اللي انا فخور فيه، اعتقد هو دره التاج عملي البرلماني، انفتحت امامكم كل الابواب في المرافق الصحيه العامه والمستشفيات والمعاهد، وكثير من خريجينا بالاردن يعملوا الان بعد هذا القانون، طبعا بعد الامتحان لان كل المواضيع الغالبيه بينجحوا. هذا فيما يتعلق بالمهن الطبية المساندة. هناك قضايا أخرى، بس أنا بحب المضبوط أسمع منكم، يعني هذا اللقاء كمان اللي بشكر أخي صديقي الإنسان على المبادرة له، كمان بدي أستمع إلى قضايا إلى أسئلة إلى طروحات منكم كممثلين لكل الطلاب إن شاء الله. تفضل. قبل شهر أو ثلاثة أسابيع كان في جلسة، قدمنا لجلسة في لجنة التحقيق البرلمانية لاستيعاب العرب اللي أنا بترأسها مع نائب وزير الصحة ليتسمان ومدير عام وزارة الصحة بروفيسور روني جمزو، وفي هذه الجلسة أبلغنا بروفيسور جمزو المدير العام لوزارة الصحة ردا على سؤال أنه في امتحان بالإنجليزي. في امتحان بالإنجليزي، فلذلك هذا الخيار أبلغنا أنه خيار موجود. هذا إنجاز كبير. يعني بعد إلحاح شديد، في هذا الموضوع. طبعاً لأنه أنتم دراستكم فقط في الإنجليزي، وفي صعوب إنكم الإصطلاحات في العبري وكذا الإصطلاحات العلمية عندكم في اللغة الإنجليزية. بالنسبة لشغلة الأكل برضو يعني طبعا أنا ماشي أنا متوقع هذا السؤال، متوقع هذا السؤال قضية
الأكل ومنعه، الموضوع تحت المعالجة على أعلى المستويات. أنا صرت زائر الأردن 3 مرات في موضوع منع الأكل وإدخال الأكل. القضية مش موجهة ضدكم كطلاب، وإنما بشكل عام قرار يسري على الجميع، ولكن الإشارات إيجابية، وأتمنى خلال وقت قصير إنه الموضوع يجد طريقه إلى الحل، وقد أبلغت في ذلك من أعلى المستويات في الأردن. بده بعض الإجراءات القانونية والروتينية والرسمية، معابر وزارة الداخلية وجهات أمنية أخرى لإنهاء الموضوع، والموضوع في طريقه إلى الحل. يعني أنا إحنا كنا طلاب، وبنعرف قديش الواحد بيرتاح ويرى في ذلك انه ياخذ اكلات من امه، مش بالصدفة كل واحد منا يحن الى خبز امه. فلذلك يعني حكيت مع مسؤول اردني كبير بهذه الروح، انه من تعرف يعني السفرطاس والاكل وكذا. في كانت بعض المخالفات، بديش ادخل في التفاصيل، ذكرت امامي مع لوائح بعض المخالفات الكبيره، ولكن لا يمكن تعميم ذلك على كل الطلاب. في الاف من طلاب 48 جامعه اردنيه زمان كانوا يروحوا هناك لانه فيش خيار، لانه برفضوهم اسرائيل. اليوم بين 30-40% من الطلاب يذهبوا كخيار اول من دغري، بقول لك بدي اروح على الاردن. لماذا؟ اولا بوفر حاله وقت البسكومتري، اولا فيش بسكومتري، هاي نقطه واحده. اثنين، احنا وياهم نفس النسيج الاجتماعي والشعبي، ثالث العادات والتقاليد. ثانيا قريبه من هون على المعبر 2 ساعة اللي انت في اربد، ثلاثه، وخاصه للطالبات كذا في مساكن للطالبات اجتماعيا مقبوله. اربعه، المستوى الاكاديمي للجامعات الاردنيه عالي ومحترم ومرموق. بدي اعطيكم معطيات طرحت امامي في اللجنه حول مثلا نسبه النجاح في الاطباء الاسنان العائدين من برا. اكثر دوله نسبه نجاح فيها هي الاردن، 91% بنجاح. بعدها هنغاريا 72-73%، بعدها مش رومانيا؟ لا، بعدها المانيا 69%، وايطاليا النص، ومولدوفا اخر شيء كامل بدناش نقول قديش اخر شيء. ف المستوى الاكاديمي للجامعات الاردنيه تحديدا في مواضيع الطب والطب المساند عالي للغايه باعتراف مجلس التعليم العالي الاسرائيلي. هاي المعطيات مش معطيات اردنيه، معطيات مجلس التعليم العالي إسرائيل. في إسرائيل. ولذلك إنجازاتكم هي مصدر فخر، ومستوى التعليم في الأردن هو مستوى تعليم عالي. كثير من الأطباء، أطباء الأسنان والأطباء اللي بيجوا متخصصوا في هداسة، الآن في بعض الأطباء المرموقين في طب الأسنان والطب خارج الأردن، وتحديدا عندكم في العلوم والتكنولوجيا في أردن. أبو محمد، شو مع من طلابنا لأن جغرافيا أقرب وأقرب؟ مزبوط. في البداية كان في مشاكل بالعبور، قدمنا قوائم بالأسماء للجهات الإسرائيلية المختصة للطلاب، والآن الحركة أسهل بكثير. زرنا الجامعة عدة مرات، وهم كانوا مزبوط. كانوا عندكم، وكنا أنا والأخ يوسف شاهين والأخ غسان والأخ أبو كمال عدة مرات هناك. كان في مشكلة هاي السنة في القبول طب أسنان، في طب الأسنان حليناها بتعاون مع رئيس الجامعة مشكور دكتور عدلي، ووزارة التعليم العالي الفلسطينية، ورئيس الوزراء تحديدا دكتور سامي الفياض اللي يستحق كل التقدير والشكر على تدخله وتذليل كل العقبات، و قبلوا كل اللي كان في عليهم مشكله وكانوا دافعين. نظرا للاقبال الكبير، يعني اضعاف 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 ما كان بالسنه الماضيه، تقدموا بطلبات. مستوى كليه طب الاسنان في الجنين مستوى محترم. في فتحه كليه طب اخرى في جامعه النجاح،
وبدا يدخل فيها في نابلس، يدخل فيها طلاب وطالبات تحديدا ويسكنوا في نابلس من 48. طب على مستوى عالي، فالامكانيات عم تتطور. طبعا هذا لا يعني انه احنا بنقول لا نفضل انكم تطلعوا برا، لا، الخيار لكم. انا اريد لطلابنا انهم يتعلموا في جامعات البلاد، واريد ان يتم تذليل عقبة البسيخومتري. انا قدمت اقتراح قانون الغاء البسيخومتري في بعض الجامعات الأوروبية. يقبل الطالب زي ما في الأردن، وأول سنة من ينجح يستمر، من لا ينجح يفسق بروح. ليش الامتحان السخمتري أنا طلبت إلغاءه؟ لأن امتحان السخمتري بسموه بالعبري تلوي تربوت أو كالتشر ديبندنت، يتعلق بالثقافة، ومن يضع الأسئلة هم مسؤولين يهود. أوكي، فلذلك يعني برضو تستند إلى اللي تعلموه في المدارس وهؤلاء آخرين. إذن بالضبط، ولذلك بتكون في فجوة تقريبا بالنتائج 100 نقطة بالمعدل بين الطلاب اليهود بالقدرة المسيخومتري والطلاب العرب بالمدارس. بالضبط، التعليم في المدارس، المنهاج، الأسئلة، التوجه، النهج تبع اللي بحطه الأسئلة. الامتحان لا يمثل حقيقة ما يعرفه كل طالب. كان أبراني حكينا بتلف على قصة التدخين والظاهرة الموجودة اليوم في وسط العربي، قصة الأرجيل. يعني اليوم بتلاقي محلات أرجيل أكثر من مدارسنا، أكثر من مكاتبنا، أكثر، وهي مؤسف. يعني أنا قلت لهم حتى وين اليوم إحنا كالأقلية العربية في هاي البلاد، على قبال كل محل الأرجيل لازم تحمي التبن، شايف؟ لسا أنا بدي أقول إن الشباب كل واحد بيطلع بيتعلم، كان في الأردن أو في أي دولة، كان في خارج البلاد أو في داخلها، عمليا بهاي الشهادة هو بيفتح بيت. انما في ناس بجاهلين بسكروا البيوت. الشاب العربي دكتور لما بيطلع اليوم على اي جامعه كان في الاردن او في اي دوله اوروبيه بضل شغله الشاغل بعد ما انا ارجع، شو مصيري؟ انا بدي اقول لك شيء دكتور، ويمكن الشباب، يعني انا بعرف في ناس اللي بيجوعوا حالهم علشان يبعثوا ابنهم او بنتهم مصاري اليوم لاولادهم او لبناتنا في الخارج، عشان لانه بدهم اياهم يتعلموا. الطالب العربي لما بيرجع في عنده مشكله، اذا السؤال لوين انت بتضل عمليا هاي الابواب مسكره قدام الطالب العربي. هذا تماما ابو محمد ما اعكف عليه في هاي الكنيسه التحديد، الكنيسه السابقه، وهيك في لجنه برلمانيه خاصه اسمها لجنه التحقيق في استيعاب العرب. موضوعها هو اللي بسموه التعسكر، استيعاب العرب، وفي كل المكاتب الوزارية، في كل الحكومات الوزارية، وكذلك ندرس إحنا كمان عالجنا قصة القطاع الخاص. وأنت رئيس اللجنة؟ أنا رئيس هاي اللجنة. إذا بتتابعوها، هذه اللجنة وعملها نجحت في أن تضع تحت الضوء قضية استيعاب العرب أو عدم استيعابهم في أماكن معينة. في موضوع الصيدلة مثلاً، الصيدلة أكثر موضوع بروح طلابنا بدرسوه في الجامعات الأردنية، إحنا كل سنة بنطلع تقريبا صف كامل. أنا بدي أكون معكم صريح، أحيانا بيجوا عندنا الطلاب بما إنه نعتقد إنه صار في تشبع بالسوق في هذا الموضوع، نقترح عليهم مواضيع أخرى. قسم منهم يقتنع، مثلا قضايا التمريض، السعود في نقص، في إسرائيل في نقص كثير، اللي بتعلم سعود سيجد عمل. كل شيء بيتعلق في الطب عمليا سيجد عمل منها، من مكتب طيب الأردو، نفس الشيء يتخرج من الزيتوني بيشتغل. احنا كلية التمريض في الزيتوني فاتحة أبوابها أمامنا، وكل اللي وديناهم وتخرجوا من هناك بيشتغلوا. فلذلك يجب أن نأخذ في نظر الاعتبار ضرورات المجتمع العربي، شو اللي مطلوب وشو اللي مش مطلوب. مش كله يضلوا يروح على الصيدلي على الصيدلي على الصيدلي، مع انه 30% من الصيادلة في اسرائيل عرب. وانا بعض الشركات انا مبسوط منها زي السوبر فارم مثلا، فاتحة ابوابها للصيادلة العرب، وحتى في مستوى الادارة كمان، حتى في مستوى الادارة. في موضوع مثلا الشركات الخليوية اللي بتعلموا مواضيع من هذا النوع، 8% من تقريبا 6-8% من سيلكوم وبيليفون وأورنج عمالهم ومستخدمهم من العرب. هذا لا يكفي، بدنا يكون أكثر، لأنه إحنا سوق
استهلاكي لشركات التلفونات الخليوية. في عنا من الخريجين اللي احنا وديناهم وديتهم الحركة العربية التغيير عم بيشتغلوا في أكثر من محل في صناديق المرضى. في البداية كان في محاولة لاستثناء خريجي الأردن، والآن تقريبا هذا مش موجود، وانفتحت الأبواب والقانون فتح الأبواب. طيب أولا أنا بسجل دائما أزورتكم بالماضي، يعني واجبنا ندعمكم تحديدا أنتوا وإخواننا نقل كمان، وهي في وجهة أبو محمد، وهي بوجود مندوبنا هون أخ يوسف شاهين يكون على اتصال معه، وهي غزال موجود اللي بتشوفوه. أهلا وسهلا فيكم ويا مرحبا بك. تسلم، بارك الله فيك. ما قادر خليك. أنا أتمنى من الجميع اعتبر إنه تفضل مشرب الدين في الهواء، اعتبر إنه الشاب هذا نعم. انقبل تمريض. هي يوسف، بارك الله فيك. هنوزي التمريض في الزيتوني. هذا حكيته الظهر أنا باسم الحركة العربية التغيير، إنه عند العام إحنا مستعدين نقدم عليك، ما فيش مشكلة. بارك الله فيك. يعني احنا لا تاخذني اذا عشان تاخذني 15 منحه، بس اذا بتؤمر برضه بكمون. اهلا وسهلا. تسلم، بكمون على كل شيء. هاي بلدي. احنا 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 دائما نشعر ان مقصرين بحقه، فلذلك احنا جميعا يعني فلذلك كل ما نقدمه هذا واجبنا. معاناه عرب العين شيء كبير. انا زرت حتى اصعب معاناه اهلنا في الجنوب. لانه انا بتذكر احنا اولاد كيف كانت المنطقه 5-9 كيف الجيش يطخ عليهم خصوصا عشان يتركوا ارض وينزحوا يعني ويرحلوا. فعن جد هن اللي صمدوا، هن اللي صمدوا. باسم الطلاب وجميع الطلاب اللي بالاردن، احنا بنشكر الدكتور احمد طيبي على المجهود اللي بيسويه. انه الدكتور احمد طيبي هو العنوان الاول لكل الطلاب في الاردن، فانا بشكره كثير على المجهود. شكرا. يعني هذا كمان هاي فرصه، اول شيء اشكركم على عطائكم. لازم نشكر الاردن ملكا وحكومه وشعبا على فتح الابواب والقلوب لطلاب ال 48 في الحجاج والطلاب والجامعات، وحتى على مستوى السياسي والاقتصادي والزيارات الاجتماعية. هاي الرئة التي نتنفس منها، الأردن هي الرئة التي نتنفس منها، هذا دائما نقوله ونؤكد عليه. الأردن أولا.